دعونا نقدم تصفيقا حارا لربنا يسوع. سيكون لقاؤنا رائعا اليوم مع الله خالقنا العظيم، وسنعرف المزيد عن كلمته وما يريده الرب لنا الذي سيبارك كل ما نعمل لمجده، وسندرك خطة الله لنا ونؤمن بها، وسنغادر هذا المكان بنعمة وبركة من الرب. في هذه الأيام لدينا مجموعة من الرسائل عن الإيمان. درسنا عن خدمة بولس الرسول وقلنا أنها رسالة بسيطة، لكن لم ندركها سابقا. في أعمال الرسل الإصحاح 20 والآية 21، دعونا نقرأها الآن. شاهداً لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. بالتوبة إلى الله لتبدأ وتعيش حياتك على أساس كلمة الرب، وتعترف أنك بحاجة إلى الخلاص ولتغيير حياتك تماماً. ربما كنت تعتمد على أفكارك الخاصة، وأحياناً على أفكار الآخرين وبعض الفلسفات الدينية أو أشياء أخرى، لكن عندما تدرك أنك بحاجة إلى الرب سيغيرك الرب كي تؤسس حياتك اعتماداً على كلمته. فالجميع يعلم ذلك، ولكن بالإيمان بربنا يسوع المسيح أيضا، وهذا بالضبط ما أريد أن أسلط الضوء عليه. بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. الإيمان بربنا يسوع المسيح، بالتأكيد علينا الرجوع إلى الله، ولكن إيماننا يجب أن يكون في شخص الرب يسوع المسيح فقط، في كل ما قاله وكل ما بشر به. وعندما يكون لدينا ثقة به سنكون قادرين على التمتع بنعمته. وكل ما هو لنا، لننتقل إلى رسالة غلاطي الإصحاح الثالث العدد 22، يوجد إعلان رائع من الروح القدس. لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطى الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون. ماذا نتعلم من هذه الآية؟ أن جميع البشر خطاة، لكن ربنا يسوع دفع ثمن الخطية بموته على الصليب. يقول الكتاب المقدس أن العالم كله قد وضع في الشرير، لكن إلهنا هزم كل شر. يقول الكتاب المقدس: فإن الخطية لن تسودكم لأننا قبلنا خلاص ربنا يسوع. فقد يحاول الشيطان إغواءنا، لكن إن تجاهلناه وانتهرناه وسهرنا وصلينا للرب سيهرب ولن يتمكن من السيطرة على حياتنا. كل الشر الذي في العالم أتى بسبب خطية آدم، لكن ربنا يسوع هزمها تماماً. ماذا يعني ذلك؟ أنه يمكنك أن تعلن وبكل ثقة أن الشر الذي كنت تعاني منه في حياتك قد انتهى، لن يتمكن من السيطرة عليك مرة أخرى، لأن الشر تابع للخطية وإلهنا قد هزم الخطية وأبطل قوتها. لكن ما الهدف؟ لنقرأ معاً. لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطى الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون. وعد الرب، هذا الوعد لكل واحد منا، لكن من يؤمن به سيناله. وبعبارة أخرى، لقد تم هزيمة كل شر عندما هزمت الخطية. لقد قدم الرب آلاف الوعود في كتابه المقدس. كل هذه الوعود التي أظهرها هي لنا فقط عندما نؤمن، لكن إن كنا لا نؤمن بها لن تتحقق في حياتنا. الآية رقم 26 من الإصحاح الثالث: لأنكم جميعاً أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. لذلك كل من حقق هذا الشرط يصير ابناً لله من خلال الإيمان بيسوع. فعندما يؤمن أحد ما بالمسيح يسوع يحصل على النعمة ويصبح ابناً لله، ولكن ذلك طالما أننا نؤمن. أما إذا فشلنا في الإيمان فلن تتحقق وعود الرب في حياتنا. أما إن آمنا بأي وعد من وعود الله من خلال إيماننا بالرب يسوع، عندها سننال البركة ونعلن النصر ويتحقق الوعد في حياتنا. يقول الكتاب المقدس في رسالة يوحنا الأولى الموجودة في أواخر الكتاب المقدس بعد رسالة العبرانيين في الإصحاح الخامس والعدد الخامس، تقول ما يلي: من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟
إيماننا هو بالرب يسوع، ولكن إن لم نؤمن فلن نغلب العالم، لن نغلب العيوب التي فينا، لن ننتصر على هجمات الشيطان الذي يحاول جاهداً أن يدمر حياتنا ويسبب لنا الحرج لسبب واحد فقط، هو أننا لا نؤمن بكلمة الرب. إن جميع الخطايا قد جمعت بحزم لتحرق. كان العالم كله تحت قبضة الشرير وعبداً للخطية، لكن الآن تم حرقها ولم تعد تتحكم بحياتنا، أصبحت باطلة وعاجزة. ولكن إن كنا لا نؤمن بيسوع فلن تتحقق وعود الله لنا. أما إن آمنا فسوف نصبح أولاداً لله، وكأبنائه سنغلب العالم. ولكن لا بد أن نؤمن. أحياناً نبدو كأننا فاقدين الشركة مع الله. هذا يعني أننا بحاجة للصلاة أحبائي، بحاجة أن نقول: أبانا، لقد سمعت صوتك يا رب. وأدركت أن هذا الشعور هو فخ من الشيطان الذي يحاول أن يسيطر علينا، لكن كلمتك تقول هذا أو ذاك. وبعد ذلك يمكننا أن نرنم ترنيمة ونقرأ الكتاب المقدس كالمزامير مثلا، ونفتح قلوبنا للرب. وعندما نستعيد شركتنا مع الرب نستعيد سعادتنا ونشعر بقوة في داخلنا. وفي تلك اللحظة علينا أن ننتهر كل شر من حياتنا ونطرحه خارجا. أيها الشرير، لن تخترق حياتي، لن تسيطر علي تحت أي ظرف من الظروف. فإن كنا نؤمن سنغلب العالم وكل هجوم يأتي من الشيطان. ولكن إن كنا لا نؤمن سنسقط على وجوهنا. أين يذكر هذا؟ في رسالة روميا الإصحاح العاشر الآية رقم 11، لأن الكتاب يقول: كل من يؤمن به لا يخزى. بعبارة أخرى، فتح الرب يسوع أذهاننا لفهم الكتاب المقدس والإيمان به، لأنه عندما ندرك ذلك سنحصل على الوعد، وإن لم نؤمن فلن نحصل عليه. علينا أن نؤمن من كل قلوبنا وأعماقنا، أي أن نضع إيماننا بهذا الوعد. وحتى إذا كان كل شيء يثبت العكس فلنقل: لا، بل سيحدث، لأن الرب وعد بذلك، وهذا ما تعلنه كلمة الرب. هذه البركات لي، لذلك كل من يؤمن به لن يخزى. ولكن إذا كنا لا نؤمن سنتعرض لخيبة أمل كبيرة. فقط في اللحظة التي نؤمن فيها تحضر قوة الرب الإله لتعمل لصالحك. قال يسوع هذا في يوحنا الإصحاح الرابع عشر العدد 12، لنقرأ معا أحبائي: الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي. ربما يقول البعض: لا أستطيع أن أفعل ما فعله الرب يسوع على الأرض، ولكن لا بد من القيام بعمل هام. هذا ما يقوله لنا اليوم. علينا أن نؤمن من كل قلوبنا، ولا ندعي أننا نؤمن، بل علينا دراسة كلمة الرب. فعلى الرغم أننا لا نراها، لكن علينا أن نؤمن بها. أريد هذا من كل قلبي. أرجوك يا رب ساعدني. ببساطة، لا يمكنني أن نتحمل خسارة هذه النعمة. وبعد ذلك علينا أن نأخذ موقفنا من الكلمة ونواصل التأمل بها، نضعها في أعماق قلوبنا، ننتقل مرة أخرى للرب، نصلي أكثر. في اللحظة التي نؤمن بها حقا ونعلن ذلك، سنصنع الأعمال التي كان سيصنعها إن كان في مكاننا. لنقرأ الكلمة: الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعمالها يعملها هو أيضاً، ويعمل أعظم منها. لماذا؟ لأن الآب يدعونا لذلك من خلال كلمته التي يعلنها لنا، ليصنع كل ما يريد من خلالنا. فعندما يفتح الرب ذهنك وتشعر في أعماقك أن هذا الإعلان لك من خلال الكتاب المقدس، يجب أن تتمسك به وتطلب من الرب: أرجوك يا إلهي ساعدني كي أؤمن. لأنك إن آمنت بالرب يسوع فستنال الوعد، سيصبح واقعاً في حياتك اليوم. ولكن ماذا لو أنني لم أؤمن؟ ستشعر بالخزي، تعتقد أنك تملك السلطان ولكنه ليس لك. فالإيمان لا يكون في الظلام كما يقول البعض، بل إيماني سينير ذهني. وفي اللحظة التي أحصل فيها على إعلان إلهي بغض النظر عن نوع المصاعب، لقد نلت إعلانا. فمجرد الإيمان به أنت تعلن النصر، وقوة الرب ستعمل لحسابك. نصلي. أبانا، كثيرون يحتاجون لسماع كلمتك هذه.
نحن بحاجة إلى تدخل إلهي. هناك أشخاص يعانون المصاعب. علموا أنهم بحاجة إلى خلاص ربنا يسوع، بحاجة إلى الإيمان بالوعد ليتحقق في حياتهم. أصلي من أجل هؤلاء الأخوة، بعضهم هنا وآخرون يشاهدوننا على التلفاز في جميع أنحاء العالم. أبانا إلمس قلوبهم، أعنهم يا رب، امنحهم الإيمان ليطالبوا بكل ما هو لهم، لأن كلمتك المقدسة هكذا تقول أن العالم كله قد وضع في الشرير. يا رب نشكرك لأنك هزمت الخطية فعلاً لحسابنا، وهذا يعني أن الشر الذي في العالم ليس لديه أي سلطان علينا. إلهنا الحبيب، نحن نؤمن بك بربنا يسوع أنك تحقق الوعود في حياتنا بحسب كلمتك يا رب. ثبت ما سمعنا في القلب وامنحنا حياة مرضية ومقبولة أمامك، شاكرينك من كل القلب في اسم الرب يسوع المسيح. آمين. ننتقل إلى فقرة دراما الحياة الحقيقية. بدأت أشاهد برنامج الإيمان على التلفزيون، ولكن لم أكن أحبه ولا أشاهده كثيراً، حتى جاء يوم وقررت مشاهدة الدكتور سوارز حتى النهاية، فأحببت البرنامج جداً، وكان يتحدث عن موضوع التبرع والكفالة، وشعرت برغبة قوية بأن أصبح كفيلة. في كل خدمة تذهب إليها إلى الكنيسة كانت تسأل الله من أجل عائلتها وتصلي لهم، ثم توقفت لبعض الوقت. قضيت سنوات وأنا متوقفة عن التردد إلى الكنيسة، وحصلت معي أمور صعبة جداً. قلت لها: نيليتا، لماذا لا تذهبين إلى الكنيسة؟ قالت: أنا أشعر بالحرج للذهاب بعد مرور السنوات، أشعر بالحرج من العودة. فنصحتني بالعودة إلى الكنيسة وأنهم سيستقبلونني برحابة صدر بعد عودتي، ففعلت ذلك. كنت سعيدة جداً لأنها عادت إلى الكنيسة، فاحتضنتها ورحبت بها وقلت لها أن يسوع يحبها وسيعينها ويبارك حياتها. ثم قلت هذا: يا رب، أريد أن أعرف أين ابنتي، لأني لم أرها منذ سنوات عديدة، منذ أن غادرت المنزل عندما كان عمرها 16 سنة، وبعد سنين تقاعدت من العمل وهي لم ترسل أي أخبار. لم يكن لدي وسيلة أو طريقة للاتصال بها. كنت أشتاق لها، لقد كانت جيدة معي، كانت طيبة جداً، وهكذا بدأت بالصلاة. فكلمني الرب أن أصبح كفيلة، ففكرت: لكن كيف؟ وبعد ذلك قلت: إذا كان الله هو الذي يتحدث إلى قلبي فسأكون كفيلة. وبدأ الله يتعامل في حياتي. كان هناك عائلة صديقة لي، قالوا لي: لقد وصلتنا أخبار عنها، لكن كان هذا منذ أكثر من 20 عاماً. مع تلك المعلومات الجديدة تركت نيليتا مسكنها في ولاية ماتو غروسو وذهبت إلى ديامانتينا في ولاية مينس جيرايس. ثم في الصباح اتصل بي أخو زوجي وقال: أتتني أخبار إنها كانت تعيش هنا ولكنها الآن تعيش في ديامانتينا. ثم اتصل بها وهي لم تصدق أنني كنت أبحث عنها، ثم دعاني وتحدثت معها، ثم بدأنا جميعا بالبكاء. بعد 36 عاماً حققت نيليتا شهوة قلبها وسجلت شبكة التلفزيون المحلية اللقاء بينهما. لقد مر وقت طويل منذ أن كنت أبحث عنك. شكراً لك يا يسوع، شكراً لك يا رب، شكراً يا يسوع. كان شعوراً عظيماً. قلت: إن مت اليوم فسوف أموت وأنا سعيدة. لدي 6 أحفاد وخمس أبناء أحفاد. أعاد الله أسرتي كلها وقد زادت عائلتي، لأنه كان فقط لدي ابنة واحدة وحفيدة وحفيد، والله أعطاني أكثر.
أرى اليوم أن الرب أشرق على حياتها. إنها نعمة. أصبحت الآن تتصل بي في كل وقت، وستأخذ إجازتها في شهر آب وتأتي لزيارتي. إن الرب مستحق أن نخدمه ونمجده ونكون مخلصين ومؤمنين به. المجد للرب، هللويا. بعد 36 عاماً، عندما يعطي الرب لنا مهمة معينة نتجاهلها، نخسر فرصة كبيرة جداً قبل كل شيء، لأن الرب هو إله كامل، ولا أحد في أي وقت يستطيع أن يتهمه بعدم الصدق أو أنه جعل أحداً ما يخطئ. وإذا كان لم يتحدث إلى قلبك لتكون كفيلاً لبرنامج الإيمان، فأنا آسف لذلك. سأصلي كي يتحدث إليكم. إن كان الرب قد تكلم إلي، فاتخذ القرار. سأكون كفيلاً لبرنامج الإيمان. سأصنع عملك يا رب وألبي دعوتك. ننتقل إلى فقرة السؤال والجواب. دكتور سواريز، هل كل ما ليس من الإيمان خطية؟ وفقاً للكتاب المقدس أجل، فمن ليس لديه الإيمان ساقط في الخطيئة، لأن الإيمان يتحدث إلينا. فعندما نؤمن نفهم مشيئة الرب. أحبائي، الإيمان لا يقوينا فقط، بل يتكلم إلينا أيضاً. تشعر به، تأتي مسحة الرب إلى حياة كل واحد منا. لقد تعلمت هذا من القس سابقا عندما كنت مبتدئا بالإيمان. عندما يعلن الرب يسوع لإنسان ما، يفكر، يتحدث، يعمل تماما مثل الرب يسوع. في تلك اللحظة تحيا حسب إرشاد الروح القدس. لذلك كل شيء ليس من الإيمان فهو خطية، لأنك لا تسلك بحسب إرادة الرب. عليك تكرس حياتك كلها. وماذا عليك أن تفعل؟ تصلي للرب إلهك وتقول له: أنا فعلاً بحاجة لتوجيهاتك يا رب. وهكذا نؤمن أيها الأخوة. فمن دون الإيمان، كما يقول المقطع الذي درسناه اليوم، غلاطية الإصحاح الثالث العدد 22، لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية. بعبارة أخرى، لا يوجد أي مبرر. لن يتمكن إبليس من فعل شيء ضدنا. لقد هزم الرب الخطية. ليعطى الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون. إن كنت لا تؤمن، فلن يتحقق الوعد في حياتك. قد تفهم أو تدرك أحد وعود الرب، فهو ليس أمر يفوق قدرات العقل. من ناحية أخرى، في اللحظة التي تؤمن، يتم تأكيد الوعد ويكون لك وينجز في حياتك. وإذا لم يتحقق، فذلك بسبب تأجيلك. فلا تفعل ذلك. الرب يريد وسوف يبارك حياتك باسم الرب يسوع المسيح. أريد أن أصلي الآن للأشخاص الذين يشعرون بالألم في أجسادهم. هل تريدون أن أصلي لكم في هذه اللحظة؟ من يحتاج لهذه الصلاة فليرفع يده من فضلكم. دعونا نقف الآن لنتحدث إلى إلهنا، ويعلم الهدف الذي يريده من خلال صلاتنا. حسناً، لأن الإيمان بالرب يسوع يصنع معجزات وعجائب في حياتنا، وهذا الألم سيرحل ويتركنا. بالنسبة للبعض، الألم جسدي، والآخر نفسي أو روحي. احنوا رؤوسكم واغمضوا أعينكم من فضلكم. أبانا، إني هنا باسم ربنا يسوع في محضرك المقدس، لأطلب منك المعونة إلهنا من أجل كل أخ وأخت ماكث في هذا المكان. لعل الألم جسدي يا رب، من أعلى الرؤوس حتى أخمص القدمين، لكن قد يكون الألم للبعض في الداخل. هم يشعرون بهذا العبء الثقيل، البعض نفوسهم منحنية. إلهنا، نعلم أنه عندما نؤمن تتحقق كل وعودك في حياتنا. وعندما أسلمت نفسك على خشبة الصليب، أبدت كل أعمال الشر. تم تدمير أعمال الشيطان. لذلك يا رب، ليس هناك عمل لمملكة الظلام قد يضر بنا أو يمنعنا من استمرار حياتنا بفرح وغلبة. إني أستخدم سلطانك الذي منحتني باسم الرب يسوع، وأنتهر كل أعمال الشيطان. أنا آمرك أيتها الأرواح الشريرة، كل فتنة، كل عجز، كل قمع شيطاني، كل روح كرب، مشاعر اليأس، مشاعر الحزن، جميع أرواح الإغواء، آمرك بالخروج من حياتهم الآن. اذهبي وخذي مشاكلك معك، كل ألم باسم الرب يسوع. أبانا، شكراً يا رب. املأ قلوبنا بسلامة
تعال بحضورك الرائع والمس كل واحد فينا. اشفي كل معاناة بيننا وكل مرض. المسنا وامنحنا الشفاء. لك كل المجد والكرامة باسم الرب يسوع. آمين. آمين. انظروا إلي الآن. دكتور سواريز، لقد تم الوعد لي الآن. اسمح للرب كي يجري كلمته. لا تجلسوا، لا يزال الرب يعمل. من يؤمن أنه نال الشفاء من الرب؟ ارفع يدك. باسم الرب يسوع، المجد لاسم يسوع. يمكنكم أن تجلسوا باسم المسيح. أحبائي، ما تعلمناه هنا اليوم، كل الشر في هذا العالم، يقول الكتاب المقدس، جاء عن طريق خطية آدم، والخطية قد هزمت. كلمة الله تقول أن كل الشرور التي تأتي من خلال خطايانا قد هزمت تماما. والآن ما الذي علينا فعله؟ هل لديكم ثقة في الرب يسوع المسيح؟ إذا كنت تضع ثقتك في الرب يسوع، فيما أعلنه، فيما وعدك به وتؤمن، أنت تجعل وعد الله يتحقق في حياتك. لنقرأ: لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطى الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون. فقط عليك أن تؤمن وستحصل على البركة. ننتقل إلى فقرة افتح قلبك. دكتور سواريز، أنا أعيش مع والدي ونحن مؤمنون. أريد أن أعترف أنني مستاءة جداً من معاملة أمي لي. هي ترفض أن تسمح لي بالحصول على وظيفة. قالت ليس لدي المهارات ولا يمكنني أن أنجح بشيء. كلماتها تؤذيني. أشعر بأني عاجزة تماماً عن فعل أي شيء أو أحقق ذاتي. أشعر أنه لا قيمة لي. لا أريد هذه الحياة. دكتور سواريز، أنا بحاجة لمساعدتك. من فضلك قل لي كيف يجب أن أتعامل مع هذا. اسمعي يا أختي، في مرات عديدة قد يكون هذا من الرب. أنت تريدين أن تعملي، أنا لا أعرف، في المنزل أو خارجه، لكن لعل الرب يستخدم والدتك ليقول لك أنه يخبئ لك الأفضل. لنصلي معا الآن. لنقف أحبائي لنختم هذه الخدمة بالصلاة في هذا اليوم. فاض الرب ببركاته علينا. يجب علينا أن نصلي لنحن رؤوسنا ونغمض أعيننا في هذه اللحظة، لنتجه بأفكارنا وقلوبنا إلى الرب. يا أبانا، نصلي لك في هذا الوقت. تحدثت بالفعل إلى قلوب الكثيرين وشفيت العديد من الآلام في أجسادهم ونفوسهم. يا رب، كان هذا رائعاً. جميع الذين نالوا الشفاء ورفعوا أيديهم ليشهدوا أنك قد باركتهم وملأتهم بسلامك. زدهم بركة يا رب. والآن يا أبانا، نصلي من أجل كل الآلام، لكل مشكلة في الخلايا. يا رب، علّه عاجز الأطباء عن العلاج. المسهم واشفي كل عليل واكسر كل قيد. يا رب، كل مشكلة في النفس، في الروح، إن كانت في الحياة الزوجية أو المالية، أنا أطلب معجزة منك في هذه اللحظة. معجزاتك عظيمة جدا يا رب. تعال وبارك كل واحد من هؤلاء الأخرى. أسألك يا رب وأطلب المزيد من البركة. كخادم للكلمة المقدسة أتحد بالإيمان مع هؤلاء الأخوة وباسم الرب يسوع المسيح الناصري، وآمر كل قوى الشر التي تتحكم بهؤلاء الناس لتبتعد ولا ترجع مجددا باسم الرب يسوع. آمين.